يعني أنا ببتسم بينما الأسرة حزينة. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي معتز ولي الدين شقيق علاء، اهلا بيك. اسماعيل ولي الدين ابن عم علاء وصديقه وروائي وكاتب، وصديقنا الناقد طارق الشناوي. يعني انا شايفه وشوشكم وانتوا بتتفرجوا، يمكن اسماعيل كان مبتسم شويه، لكن انت كنت موجوع يا معتز. طبعا شويه لسه. شو طبعا بعد 19 سنه وهفضل طول حياتي موجوع. انت الاخ الكام، الصغير ولا الكام؟ انا اخر واحد في العيله. انا كان عندي علاء الله يرحمه توفى، وبعد كده خالد اخويا الله يرحمه توفى هو والمدام بتاعته، وسابوا لي يوسف، وبعد كده والدتي توفت وانا اخر واحد في العيله. قاعد في نفس البيت؟ قاعد في نفس البيت. اللي مرضيش على ان هو يمشي منه، اللي مرضيش يمشي منه لغايه اخر، هو توفى فيه.